أختي معها سرطان الرئة وهي الآن على جهاز التنفس، لكن تصحى أحيانا وتنام معظم الوقت. متى مسموح نزع الجهاز إذا بقيت على هذه الحالة فترة طويلة؟ إذا وصل المريض إلى مرحلة فقدان الأمل نهائيا، إلى مرحلة اللا عودة، افتقاد الأمل في استعادة العافية والحياة الطبيعية، يصبح وضع أجهزة الإنعاش ليس مرفوضا وليس مفروضا، ليس بلازم وليس بحرام. الأمر فيه إلى المريض إن كان قد أوصى قبل دخوله في هذه الحالة، أو إلى أولياء المريض الذين من حوله يقررون القرار الذي يلائمهم بما هو أرفق لمصلحة المريض، بما هو أرفق بالمريض وأقوم بمصالحه، ويستشر في هذا الأطباء المتابعين له، لأن لا قيمة في استدامة حياة أشبه بالحياة النباتية التي لا يرجى من ورائها استعادة عافية، لما استدامة حياة نباتية. فالأمر في هذا مرده إلى وصية المريض إن كان قد أوصى، أو إلى أهله من حوله إذا كان لم يوصي، ويعمل في هذا بنصيحة الأطباء من حوله، ويعمل ما هو أرفق بالمريض وأقوم بمصالحه. والله تعالى أعلى وأعلم.